قامت القوات الحكومية في محافظة البصرة بهدم سوق القرمة الذي تعتاج منه مئات العوائل الفقيرة. قرار الهدم جاء بحجة التجاوز على أراضي الدولة، وبالمقابل الدولة لا توفر فرص عمل ولا توفر بديل. دعونا نشاهد مقطعا مصورا تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح الهدم الذي قامت به القوات الحكومية لسوق القرمة في البصرة.